هل للكفر أنواع ودرجات بعضها أعظم من بعض أم أنه درجة واحدة؟ إذا كان له درجات فمن أيها يكون سب الدين أو الرب أو الرسول والعياذ بالله من ذلك؟ نعم، الكفر والعياذ بالله درجات، بعضه أشد من بعض، منه كفر يخرج من الملة، ومنه كفر دون ذلك، كفر أصغر. وسب الدين أو سب الله أو رسوله هذا من الكفر الأكبر المخرج من الملة والعياذ بالله. وأما الكفر الأصغر فمثل قوله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فهذا من الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة، لأن قتل النفس بغير حق جريمة عظيمة وإثم كبير ومحرم عظيم، لكنه لا يصل إلى درجة الكفر المخرج من الملة. نعم.